ولكن الآن أذهب إلى موريتانيا، وإليك أستاذ محمد عبد الرحمن أتوجه إليك بهذا التساؤل الخاص بتوجه موريتانيا، رؤية موريتانيا إذا ما حدث في النيجر، وخاصة بأن النيجر وموريتانيا عضوتان في تجمع الساحل والصحراء، كانتا متقاربتين في وجهات نظرهما تجاه الإرهاب. إذا كيف ترى نواكشوط هذا التحدي على أمنها؟ مرحبا. نواكشوط أبانت عن رأيها في اللحظات الأولى في الساعات الأولى للانقلاب في النيجر، عبرت ببيان صادر عن وزارة الخارجية الموريتانية أن موريتانيا ترفض وتدين هذا الانقلاب وتطالب بعودة الشرعية. ومن آخر التطورات في هذا الملف في الموقف الرسمي الموريتاني أن ناطق باسم الحكومة الموريتانية أعلن قبل يومين أن موريتانيا ستدرس المشاركة في التدخل العسكري لإعادة الوضع الدستوري في النيجر في حالة سلم منها ذلك، أنها ستدرس هذا الطالب. وهذه الحقيقة عادة نواكشوط لا تبين بهذا الوضوح عن آرائها في قضايا إقليمية بهذه الدرجة من الوضوح. نعم. هذا يعني أن موريتانيا تحسم أمرها، خاصة أن الرئيس الموريتاني محمد بن سهل غزواني حاليا هو الرئيس الدوري لمجموعة دول الساحل الخلف. هذه المجموعة التي يبدو أن عقدها بدأ يتفكك، وللأسف الشديد لم يبقى اليوم من دول إلى موريتانيا والتشاد. نعم. في وضعية سليمة، وهذا طبعا له مخاطر ويطلق ويجعل هذا الكثير من التوجس هنا في موريتانيا وفي المنطقة كلها.